ما قلت على برواز، اقول على الكناني لاعب محاوله تسديد، محاوله غير جميله، مشى عبر الاطراف، هذه من يسدد يمر بدر كشاني يفتتح، بدر كشاني بلمسه جميله لان المايسترو رشيد برواز هنا صناعه لعب، هنا صناعه لعب وثقافه لعب، مرر الكره انما التمرير العرضي كانت جميله، وبدر كشاني ارتقى بكره مشات في الدوزيام بوطو للحارس الكناني، سماتش كره بالراس وسجل من حقواني فرح بدر كشاني، واحد من انتدابات القليله اللي عطات الاضافه للفريق نادي القطر، كانت انتدابات اخرى لم تحظى بالقبول ورضا الانصار، وحنا كنشاهد الهدف الجميل اللي مرمى داخل مرمى الحارس عزيز كيناني. قلت كيناني واحد من اللاعبين القلائل اللي عطاو الاضافه في الانتدابات التي الكثير منها الحارس لم يتقبل عزيز الكيناني، كره فاسيه تمشي عند وسام البركه، تمر الوسط عند انور المالكي، عبد المالكي، سي دي بي هو اللاعب المحوري في الوسط، انما صعب عليه الان محاول المرور، هدف ديال الصناعيه، هدف واحد اثنين من مستوى الرفيع بالرغم من المتابعه ديال الحارس، الحارس الحواصلي لما كانت يعني دوزي يعني تسديده رزينه وثقيله مشات مخدومه يعني اشهد اعاده، سدد بقوه، شوف المتابعه الحارس لمس الكره انما كانت قويه ومركزه بشكل صحيح بالرغم من المتابعه الجيده للحارس، الماس تعود في النتيجه واحد لواحد، واحد لواحد ما بين الماس، عودة الانتعاشة للمدرجات تقريبا، رشيد طوسي يتنفس صعداء، رشيد طوسي يتنفس صعداء، يحلم بالعودة من جديد لمصر التتويج بعد الثلاثية التاريخية مع المغرب الفاسي منذ 4 سنوات خالت، واحد واحد، واحد واحد ما بين الفريقين في هذا تتمة المشوار، بالتالي لما يمر سنة موسم رياضي تنهال عليهم العروض من كل حدبين وصوب، زاوية فاسية، هناك العميد حبيب الله الدحماني، كل لاعبي القنيطرة أمام المرمى، فرصة فاسية رأسية وتدخل الحارس، خطأ فادح، خطأ فادح للحارس، خطأ فادح للحارس، خطأ فادح للحارس القنيطري، انفلتت الكرة من بين يديه، انفلتت الكرة من بين يديه، وأظن المسجل المدافع كريم الولادي، كريم الولادي خطأ فادح، احتجاجات يمكن نقول لا مبرر لها لحارس مرمى فريق النادي القنيطري وباقي اللاعبين، فرحة الأنصار، نمور صفر في حالة انتشاء، كل فئات العمر تتابع المقابلة، يمكن نقول هنا الإعادة، هنا الزاوية، العميد حبيب الله الدحماني هنا سطمت بخربوش، كاينش خطا، كاينش خطا نهائيا، هدف مشروع ومهم وفوق استراتيجي لفريق المغرب الفاسي، يعني خطا فادح للحارس الحواصلي، يعني التقط الكره بشكل يمكن نقول يفتقد لل يعني الصرامة مطلوبة في مثل هذه المواقف والنباهة المطلوبة كذلك، إذا الماس متقدمة بهدفين مقابل هدف واحد لفائدة النادي القنيطري.